ألف مرة قلت لك لا تلعبي مع هدول الشحادين الزبالين. أنا عم بدفع لك مصاري بهالمدرسة تتعلمي، مو تمشي مع هدول الزبالين. بابا هاي ماما أنا عم بلعب معه لأنه يتيم. أيوة عم تلعبي لي مع أولاد حرام ما بنعرف مين أبوهم ومين أمهم. ها هاي تكون زينين فيها ولا جايبينها. بابا بس البنت كتير حبابة. أيوة أنا حبابة، بلا حبابة بلا بطيخ. إذا مرة تانية أشوفها معك بدي أقتلك، بقطع لك إذنك. أوكي إذا بتشوفيها قربت منك أو عم تمشي معك بتقلعيها وبتضربيها. ماشي يلا لا أشوف على مدرستك. يلا صبوحة صبوحة بعدي عني وليك انتي وحدة وسكار. ليش عم تقولي لي وسكار؟ شو عملت لك؟ لأنك انتي بنت حرام. لا عم بتسبيني ولك ها؟ أبوي يقولي نايتين لسا عم بتسبيني؟ شو عم تعملوا انت وياها؟ شو عم تسووا؟ لا تضربوا بعضهم، انتوا هون بالمدرسه تكونوا رفقه مو تضربوا بعض. تعالوا لشوف معي، تعالوا لشوف. قبل ما اخذكم لعند المدير بدكم اشوف. ليش عم تضربوا بعض؟ ها؟ لا تضربوا بعض انت وياها، ليش هجمتي عليها انت الثانيه؟ ها؟ ورفيقتك هاي؟ هاي عم بتمني وعم بتقلي بنت حرام، وانا ابوي وامي ميتين. لك لسانك؟ شو لك عم تسبر فيتك؟ مين علمك هالكلام الوسخ؟ من وين جايب هالكلام؟ والله يا استاذ ابوي هيك قال لي. شو؟ ابوك قال لك؟ شو قال لك ابوك؟ شو قال لك؟ فهميني. ابوي قال لي انه ما تمشي مع البنت لانه بنت حرام. شو؟ ليش هيك عم تقول؟ السبب. أبوي قال لي عم بدفع لكم مصاري مشان أتعلم. أيوة هيك لكان لهالدرجة وصل البقاحة والحقارة. لا تبكي يا عمو لا تبكي. أستاذ عن جد أنا بنت حرام؟ لا يا عمو لا لا تحكي هالكلام عيب. بس البشر أنواع، هذا النوع من المتكبرين. لا تحكي هالكلام. ليش لا تحكي هيك؟ أنا شو ذنبي؟ ما عندي أبوهم ماتوا وتركوني وراحوا. أنا بتمنى يكون عندي أبوهم، بتمنى. يا عمري قلتلك قبل هالمرة إنه أنا أبوك وأمك وكل شيء، أنت بس تحتاجي لشيء أنا رح تشوفيني جنبك. وهيك ناس أنا بعرف كيف ربيهم وأفرق معهم. لا تبكي يا عمري، أمي معي. أمي تعي خليني أشتري لك أكلات. يلا خير أستاذ. شو بدك؟ قال طلبتني. شو بدي؟ هاي رح أقول لك كلمتين. تفضل. يا أما بتاخذ بنتك وتطلع من المدرسة، يا أما بتسمع هالكلمتين للآخر وبتحترم نفسك. هاي المدرسة محترمة وكل شخص فيها نحن المسؤولين عنهم، والولاد اللي هون هول بالمدرسة كلهم مثلهم مثلك مثل بنتك، بشر وناس وخلق، ما في فرق عنا إن كان هذا غني وهذا فقير. كيف أنت بتعلم بنتك الحقد والكره مثلك؟ بتعلم بنتك بتقلها كلام وسخ، هاي بنت حرام وهي مدري شو وهي مدري شو. تخيل واحد يجي يقول لبنتك بنت حرام تقبل على نفسك؟ كيف لك انا بتعلم بنتك هالكلام تحكيه مع واحدة يتيمة؟ مو حرام عليك؟ تخيل بنتك عايشة بدون ام وام اب، شو بتعمل؟ شو بتساوي؟ انا بدي بنتي تتعلم وتمشي مع مين؟ استغفر الله. ما عجبك المدرسة بتاخذ بنتك وتطلع، ومصراتك ومنيتك كله على حالك. نحن اصلا ما بنتشرف ندرس هيك ناس عنا بالمدرسة. هي اخر كلام عندي، انت وبنتك مطرودين من المدرسة، ما عاد بدنا ياكل، لانه هي مدرسة محترمة ما بدها ناس متكبرين. اذا انت من هلا عم تعلم بنتك الوسخنة شو راح يطلع منها بس تكبر؟ اي علم هاد؟ العلم انك تحترم البشر، لانه كلياتنا خلقنا من طين، ما عندنا هذا غني وهذا فقير، هي يتيمة وهي عندها اب وام.
هي اخر كلام عندي. تضربوا انتوا هيك مدرسه.